أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامج جسر الرحمة، هذا الفضاء التضامني الذي يلقاكم صبيحة كل يوم السبت ضمن هذا الفضاء المباشر لغاية 11 صباحا. طبعا هو فضاء لزرع الأمل، فضاء لرسم ابتسامة عريضة في وجوه الكثيرين ممن يقصدون هذا البرنامج من حالات محتاجة، من مرضى، من محتاجين. إذن أملنا فيكم أنتم من تتابعون هذا البرنامج أوفياء هذا البرنامج. بإمكانكم التواصل معنا من خلال هذا المباشر عبر أرقامنا 043-79-40-40 أو 043-79-50-50. طبعا يخدمكم في هذا العدد من برنامج جسر الرحمة كل من الزملاء: الزميل عبد القادر مدني في العارضة التقنية، الزميلة سيدة نور كريمة في الإخراج واستقبال مكالماتكم، وطبعا تتواصل معكم على المباشر ناعمة ضمن هذا الفضاء المباشر من برنامج جسر الرحمة. طبعا كنت غائبة الأسبوع الفارط، لكن بالمناسبة نشكر كامل الناس اللي وقفوا مع الحالات المحتاجة اللي مروا معنا في الأسبوع الفارط، وكانت استجابة معتبرة من طرف الإخوة المستمعين أو في هذا البرنامج. نتمنى إن شاء الله في هذا اليوم أن تعم الخير ويعم أو تعم البركات ضمن هذا الفضاء المباشر من خلال طبعا اتصالاتكم، من خلال تواصلكم الدائم مع هذا البرنامج. طبعا ككل عدد من هذا البرنامج عودناكم على استقبال حالات تنتظر دعمكم بكل شغف. عدد اليوم نستقبل من خلاله 3 حالات. الحالة الأولى